يعني ابقى مجرم عشان اخد حقي وحق ابويا. الحدي كيف تقصد كده يعني ولا لا؟ دور الكلام في المكتوب، دوره بالراحه. دورته وتعبت ومش قادر اوصل لحل. بيدك الحلوه دي تاخد طار في ايديا ازاي؟ فهمني. لو ابوك كبير زيك ومتعلم بيفكر صح ودبر صح وعمره ما يقع وبياخد طاره بكيف كيف. آه انسى الدنيا وريح بالك وما تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى. انت لسه صاحي يا جميل؟ ايوه مستنيك. ما انا قلت لك تعالى معايا السيرك وهنرجع سوا، انت اللي ما رضيتش. معلش اصلي كنت عايز اقعد لوحدي. انا بقى مش عايزك تقعد لوحدك. ماشي يا ابو كروم؟ حلوه حلوه ابو كروم دي. ماشي يا راجل انسى الدنيا بقى وخليك معايا عشان نشوف مصلحتنا يا غالي يا ابن الغالي. يلا بينا. عارف انا جايب لك عشا الليله دي ايه؟ ماليش نفس. ده كباب. طبعا مستنياك يا حبيبتي. ده انت تنوري مصر كلها. الترجي طبعا هايل. ده كان حامد بيه بيفصل عنده. لا اطمني قوي. وبعدين انت مستعجله على ايه؟ يا حبيبتي نقعد مع بعض يومين ان شاء الله تفرحي بيه. مستنياكي. مع السلامه يا حبيبتي. الف سلامه يا الهام. الهام اهلا يا ماما. طنطك ألفت جايه بكره تاخد البدله وتوديها لمحمد في الكليه. معقوله بكره؟ بقاله هو يجي 30 يوم وكلها اسبوعين ويطلع اول اجازه. ياه دي الايام بتمر بسرعه قوي. يا حبيبتي هانت كلها 4 سنين. 4 سنين؟ عشان ايه يا ماما؟ يعني تخلصوا ونفرح بيكوا بقى. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ احنا فين واللي في دماغك ده فين؟ يا حبيبتي السنين بتجري وانا بصراحه ما فيش اي حاجه بقى شغلاني غير اني افرح بيكي. لا انا اقوم احسن، عندي مذاكره. تصبح على خير. وانتي من اهله يا روح ماما. يا رب. الحياه ما تتاخدش قفش كده يا كريم يا ابني. اصلك ما شفتش اللي انا شفته يا عمي. شفت ايه انت من امبارح؟ شفت كتير وتحملت كتير. افرض الحياه قاست علينا حبتين، ده معناه اننا نكره الحياه؟ لا، الحياه تستحق اننا نعيشها. امال احنا اتخلقنا في الحياه ليه؟ مش عشان نتصالح معاها ونقبلها بخيرها وشرها. عيش حياتك يا ابني. هعيش عليه. اديتني ايه علشان اعيشها؟ لا قدرت احقق حلمي ولا اسعد ابويا ولا حتى قدرت احميه من دخول السجن اللي دخله ظلم وانت عارف وكل الناس عارفه. ما قدرتش احميه من القتل والموت. الكلام ده تقوله لواحد جاهل ما اتعلمش. ازاي تقول كده والموت علينا حق يجي باي شكل وباي سبب؟ اصحى روحك يا كريم. الحقيقه انا كنت فاكرك اعقل من كده. انا من يوم ما وقيت على الدنيا وانا كل حاجه بحسبها بالعقل. انا حتى ما تمتعتش بيوم حلو زي اي طفل في الدنيا ولا شفت يوم راحه، دايما في عذاب. ورغم كل ده ما غلطتش في حد وتحديت كل الظروف الصعبه من اول غتاتة مرات ابويا لحد ضياع ابويا. ذاكرت ونجحت رغم الظروف القاسيه اللي طحنتني. المفروض ان ده دورك في الحياه ولازم تعمل كده عشان تبقى انسان طبيعي ومظبوط. بصراحة أكتر
ده واجبك قدام نفسك. واجبي قدام نفسي؟ علشان ايه؟ علشان احقق رغبتي في الحياة؟ كان املي احقق حلم ابويا واخد شهادة كبيرة، على الاقل علشان اريحه من العذاب اللي هو كان عايش فيه ليل مع نهار من غير غلط ولا ذنب. اهو ارتاح من عذاب الدنيا وراح لدار الامان والحق، والمفروض ان انا افرح له واكمل المشوار واتعلم علشان احمي نفسي وما اقعش في نفس الغلط اللي وقع فيه ابويا، مش كده؟ واسيب حقه واتفرج على اللي ظلموه وقتلوه، اللي طايرين في الهوا وطايلين كل حاجه بايديهم. حقك من مين يعني؟ مش فاهم، من روحيه ولا اخوها؟ من ناس كتير ما وقفوش جنبه ودبحوه. ودول هتاخد منهم حقك ازاي ان شاء الله؟ هنتقم من كل واحد لدغ ابويا بسمه وخد حقه وحقي في الحياه واستمتع بيه. الانتقام يا ابني هو بدايه طريق الدمار للانسان ولنفسه ولضميره ولغيره. الانتقام اللي انت بتتكلم عليه ببساطه ده يا مضيع جبابره. انا مش جبار، انا مظلوم ومن حقي اخد حقي من اللي ظلموني. هو ده اللي كنت خايف منه، والاستاذ مسعد هو الاخر كان بيحاول يحميك من ناره. يحميني من ايه؟ ان اخد حقي؟ هي المسألة مسألة كلام واستسلام للأمر الواقع، وأفضل أجري أجري زي الجبان، جبان في الحياة. هو ده اللي اتعلمته من الكتب؟ لا لا، الكتب عمرها ما تعلم الجبن يا ابني. العلم هو الدواء الوحيد اللي يقتل الكره والحقد والانتقام. ليه يا ابني تخلي الحقد والكره والانتقام ياكلوا عقلك وقلبك ويمشوك في طريق ضلمه مسدود؟ ربنا يزيح الغمه يا كريم وينور الضلمه. شوف يا سريضه، شوف الاستاذ بيقول ايه. معلش يابا، هو زعلان شويه، انما على بكره الصبح هيروق وهيحس هو كان بيقول ايه. لا، الكلام اللي بيقوله ده مخوفني منه خالص. السكة اللي ماشي فيها سكة عوجة، ياما وقعت ناس كتير وكانت في عينيهم نفس النظرة اللي في عينيهم. لازم كانوا ناس أغبياء. كريم ما يقصدش يابا، انت عارف الواحد لما بيبقى غضبان بيبقى مش عارف بيقول ايه ولا بيتكلم ازاي. انا حتى مش عايزه يقول الكلام الفارغ ده عشان حتى لسانه ما ياخدش عليه ويعمل له عدوين من غير لازمة. اشرب الليمونه يا كريم، شفت ابويا بيحبك قد ايه؟ طبعا بحبه، ده ابني الغالي اللي بفخر بيه قدام الناس كلها وبقول ده اول مكاين. جاتنا نيله في حظنا الهباب، لا كملنا تعليمنا ولا كنا من الاوائل. قلت ربنا هيعوضني بيك وتخش الجامعه وتاخد اعلى شهاده في البلد. ايوه يا عم، وعلى راي ابويا هتبقى باشمهندس قد الدنيا ومعاك فلوس متلتله قد كده، ولا هنعرف نكلمك بعد كده. بس انا مش هخش الهندسه. وليه مش عايز تخش الهندسه؟ انا عاوز اشتغل، والشغل ما ينفعش مع الهندسه. انا عارف ان الشغل ما ينفعش مع الهندسه، بس انا عايزك تخش الهندسه وهدفع عمري كله عشان تكمل تعليمك. انا هدخل كليه التجاره انتساب. وليه تضيع فرصتك في الهندسه؟ انت مجموعك كبير. سيبني على راحتي يا عمي، وهي كلها جامعه، على الاقل اصرف على نفسي. انا من بكره هاخد القرديم بتوعي واسرح بيهم. نعم، تسرح فين وازاي؟ انت فاكر نفسك في مسيون؟ ده انت لو نزلت تسرح بيهم هيتقبض عليك، وبدل ما تكمل في الجامعه هتكمل حياتك في السجن. ارجوك يا عمي، على الاقل اجيب مصاريفي، ولا انت فاكر ان انا يعني مش واخد بالي من الظروف اللي حواليا؟ وبعدين خلاص يابا، سيبه على راحته. اقول لك يا عمي، خدني معاك السلك اشتغل معاك. يا دي السلك وسنين السلك يا اخواتي. اروح منك فين يا بندق؟
اروح فين واجي منين يا اخواتي؟ خس عليك يا بندق، منك لله ركبت لي الهم والقلق من بدري. يا لهوي الاكل شاط. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طب على الله تكون انت يا بندق، خلي ليلتك اسود من هباب الحله يا بندق. حاضر. خير يا اختي؟ في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه؟ امال ايه الرزع والخبط ده والريحه؟ الريحه اللي جايه من المنور دي ريحه ايه؟ انا اللي بسالك، ما هي مفوحه في الشقه اهي. ما هي ريحه شياط اهي زي ما انت شامه. شياط. شياط ايه؟ يوه، هو انا ناقصاك انت رخره؟ اخصى عليكي يا ام الخير، ده انا بطمن عليكي. متشكره متشكره قوي قوي يا حبيبتي. تصبحي على خير عشان انا عاوز انام. مالك يا وليه بالرويه كده؟ ده انا اختي ليكي يا حبيبتي وقلبي وكلني عليكي. تقومي تطرديني بصنعه لطافه كده بدل ما تقولي اقعدي يا خديجه اشربي فنجان قهوه معايا. ما عنديش لا بن ولا شاي. عندي يا اختي، اخطف رجلي اجيب لك تلقيح. ما بشربش لا شاي ولا بن قبل ما بنام بالليل. واللي سامعك يا اختي بتسهرني البعيده وتسرق النوم من عيني. قوليلي مفيش اخبار عن اخوكي؟ اللهم طولك يا روح. مفيش اخبار. هو سافر فين يا اختي صحيح؟ سافر اسكندريه. ما تعرفيش عنوانه يا اختي؟ تخطفي رجلك تطمني عليه وبالك يروق ومنك تغيري الهوا. حاضر ان شاء الله. حاكم العيال ولك يا خديجه اختي، ممكن نكمل كلام بقى بعدين. حاكم انا كبس عليا النوم، عندي مشاوير بكره الصبح بدري لازم انام كده. تصبحي على خير. وانت من اهل الخير، مع الف سلامه. شرفتينا وانستينا. شرفتينا. منك لله يا بن، منك لله. لمت عليا الوليه الحشريه دي. ها ايه رايك يا ماما؟ ايه رايك يا طم؟ يا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. يا الهام الهام. ايوه يا ماما. بصي بقى يا حبيبتي كده ومال عينيكي. على ايه بس يا سنيه؟ ايش 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 السياكه دي؟ لا عليك البدله. يا سلام، تقولي فوله وانفلقت نصين. ايه ده؟ بالظبط بالظبط عبد الصمد، نفس الشياكه ونفس القلاطه. لا 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 يا سنيه، انت بتقولي ايه؟ لا لا مش للدرجه دي، مش ده ابني وعبد الصمد جوزي؟ لا في فرق كبير طبعا. عبد الصمد احلى. ده وحش، ده وحش قوي. انا وحش يا ماما؟ طب انا هغيظك بقى واقول ان هو احلى من عبد الصمد الف مره، بس خايفه بقى الا تزعلي مني وتاخدي على خاطري. يا سميه بكره تشوفي انك واخده مقلب. مقلب؟ مقلب ده ايه؟ طب انا بقى هاخده الالهام عشان اثبت لك مكانته عندي قد ايه، وبعدين لازم تفهمي ان هو غالي عندي قوي 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 قوي. مش بقول لك واخده مقلب، ومقلب كبير جدا كمان. ايه ده؟ ايه مقلب دي؟ كلامك كده ما يطمنش. اوعوا تكونوا رجعتوا في كلامكم ولا ناويين على عروسه تانيه. ولا عروسه تانيه ولا عروسه تالته. انا هلاقي احسن من الهام بنت عمه من دمه، وانا بحبها وبموت فيها ودمها خفيف شربات. بس هو بقى يخلص كليته ويشرفنا كده وينجح، وهي تخلص كليتها ونفرح بيهم ان شاء الله. يا رب يا رب اعيش واشوف اليوم ده يا ألفت. يا رب يسلمك. الهام. ايوه يا ماما. شفتي؟ يعني سامعة كل حاجة عاملة روحها ولا هي هنا. ايه يا بنتي؟ يا الهام انا بكلمك. ايوه يا ماما. عاوزة ايه؟ الله ما تسيبي التلفزيون ده شوية. بتفرج على فيلم السيرك يا ماما. اقعد يا محمد اقعد اتفرج معايا. ايه دي السيرك؟ يا بنتي انت ما وراكيش غير السيرك، مش كل يوم بتشوفي البرنامج ده من 10 ل 10 ونص؟ برنامج يشد يا ماما. يا حبيبتي اللي يشدك دلوقتي فرحتك بابن عمك وهو ببدلته كده وسعادته. هو عارف انا سعيدة بيه قد ايه؟ هو انا عندي كام محمد؟ هو في غيره؟ ربنا يسعدك يا الهام انت ومحمد. ألفة تعالي يا حبيبتي تعالي انا عايزك. ايه بقى اللي شدك في السيرك قوي كده؟ لازم يقدموا حاجه خطيره. طبعا فنانين وجبابره يقدروا يعملوا اللي محدش يقدر يعمله. ازاي يعني؟ اقعد اتفرج وشوف وانت تعرف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ موت هي. مش ممكن، مستحيل. ماشي. شوف يا كريم يا ابني، الدويك الدويك هو اللي بيمسك في الخشب ويكلبش. يبقى ناوي تقرص.
أقرص. أقرص مين يا كريم يا ابني؟ ده احنا ناس غلابة على قد حالنا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ سبحان الله، لا اله الا الله، جد جد ما شاء الله، الحمد لله. ضاعت عليك يا عم العشرة. ضاعت زي كل احلامي ما ضاعت. ايه ايه يا كريم؟ قلت حاجة؟ بتكلمني؟ فهمتك، انت نفسك في كوباية شاي من ايديا. ماشي يا عم، اقوم دلوقتي اعمل لك كوباية شاي من اللي وصى عليها حسان اليماني. انت تعرفه؟ مين ده؟ اليماني ده؟ لا يعني هو حاجة كده بنسمعها من اهالينا. ماشي يا عم، اقوم انا بقى اعمل الشاي وعلق على البراد وجهز انت قبل ما تبرد. يا ريت نبرد. ساوي القواشيط على ما اجيلك. اساوي ايه؟ ما كل حاجة اتبعزقت خلاص. أبويا والزمن والأحلام. ولا إيه رأيك يابا؟ عشت مظلوم يابا، صح ولا لأ؟ وبريء يا ابني، أنا عمري ما كذبت عليك. أنا عايزك ترفع راسك ما تطيهاش. أبوك عمره ما كان حرامي ولا نصاب ولا خاين ولا أكلتك من حرام. أنا عارف، عارف ومتأكد. متأكد إنه بريء إزاي؟ أبوك معترف والاعتراف سيد الأدلة، يبقى بريء إزاي؟ قال لي على كل حاجة. ما يقول اللي يقول، لازم يبرأ نفسه قدامك. إنما الحقيقة واضحة وضوح الشمس. بص، حرامي واعترف على نفسه. مش ممكن، أنت ما تعرفش أبويا. عارفه، عارفه يا ابني وماسك براءته. ما تصدقش اللي قلبك وضميرك. يا عم الأستاذ مسعد فهمني، هو أنت كنت بتسرح معاه في السوق ولا الحواري ولا زقة؟ يا أستاذ المحفظة اللي واقف جيبه والراجل اعترف بالسلام، وببساطة كده ابنه هيطلع زيه. أنا شايف مستقبله بعينيا. هون على نفسك وما تزرعش. امشي وقت بعيد بالقرد بتاعك ده. ايه القرف ده؟ انا برضو اللي مقرف. ما اللي عليك يا بتاع المدارس يا اول فالح يا ولا طالع فقري زي ابوك. امشي هات من هنا بدل ما كسر لك دماغك وسايح دمك في الشارع. على عنك انت يا ابوك. طول عمري باخد على دماغي انا وابويا. ما يندرش ولا يروح تحت الرجلين للغلابه اللي زينا. خلي قلبك زي الحديد وخد قرارك من دماغك تاخد حقك من الجن. والدماغ الواعي عمره ما يقع والحدي يفهم. انا لازم انتقمك وانتقم نفسي. لازم اعذبهم زي ما عذبونا. وانا معاك. ايوه أنا معاك بروحي وقلبي، لكن إزاي؟ هو ده السؤال. سؤال؟ سؤال إيه؟ كريم يا ابني، أنا مش عارف إيه اللي شاغل قلبك وعقلك اليومين دول. عارف يا كريم، أنا مفيش حد في الدنيا دي حب أبوك قدي. الله يرحمه. الله يرحمه. عارف انا حبيت ابوك قد كده ليه؟ انت ما تعرفش. لا انا عارف انك انت كنت بتحبه، وهو كمان، هو كمان كان بيحبك قوي. ابوك هو اللي انتشلنا من الضياع. من 30 سنة خدني في حضنه. كنا هناك في مولد سيدنا الحسين، وانا متمرمط الشوارع. جوز امي
الحمد لله. كان دايما يضربني ويطردني من البيت في نصاص الليالي من غير رحمة. أمي ما كانش فيها على خدها غير دمعتها، وما كانش تقدر تعمل لي حاجة، أي حاجة. طبعا أنت بتقول كده علشان تهون علينا، مش كده؟ لا لا يا كريم، أبوك الله يرحمه له دين كبير في رقبتي، ولازم أوفي بالدين. يا بندق، ما خلاص بقى اللي حصل حصل يا عم، بقى هنعمل ايه؟ مقدر ومكتوب. مقدر ومكتوب. انا كنت قاعد في حالي انا واختي، قافل عليا بابي لحد ما طلعت لي انت بالحنجر والمنجر والحركات لحد ما جبتني السجن. ده بس وانا كان قصدي شر ليا ولا ليك؟ ولا ليا ولا ليك بقى، اخلع من نافوخ بقى، انت عدو. انا ما تخلع بقى، كفايه اللي جرالي من تحت صرخت مخك. صرخت مخي؟ متشكرين يا صاحبي، بس انا كان قصدي اساعدك واسعد نفسي واسعد اختك الست روحيه، لكن انت اختك. اسمها روحيه، ده اسم عزيز وغالي وحلو. عاجبك كده؟ بقول لك ايه، ما تجيبش سيره اختي على لسانك الزفر ده. ايه غلط يا بندق؟ ليه يا ابني؟ بقول لك اسم روحيه ده اسم غالي وعزيز على قلبي وعناية. بقول لك ايه، انا غتت ومشاكل الدبان اللي هاو بناحية مناخير. مشاكل اللي عجبك يا هلا، ومفيش في الدنيا روحية غير الست اختك. بعدين بقى في اليوم اللي مش هيعدي عليك ده. بقول لك يا هلا، ما تتحمقش قوي كده، روحية دي اختي الله يرحمها، ما كانش ليا في الدنيا غيرها. الباقية في حياتك يا سيدنا وتجرسني. الباقية في حياتك، الباقية في حياتك يا معلم. ما تقولش يا معلم. امال ايه؟ ده الاستاذ الباشمهندس طربوش باشا العايق. العايق؟ ايوه، اكبر تاجر روس في البلد. روس ولا امريكان، هو كله محصل بعضه. الا ولا انت تقصد يعني روس معيز وروس بقر؟ هو مش البيه جزار برضه؟ تتسني نسالك علينا يا روح ماما يا وش الزرايب. الله، لا انت الصادق، حرامي خزن. بالنسبة للزرايب مش سكتنا ولا عمرنا معارنا فيها. لا ده انا عجبك اهو باين بعمارك، ما جابوك على مال وشك، شال الزرع الفخار على صنمك. صدق انت قليل الادب ولسانك طويل، انا اللي هقطعك. اقطع لسانك ايه؟ اقطع لسانك. انت لسه صغير سنه اولى وشكلك كده خزن ومتربي. طب انا بس انت بس انت سيبك بس انا ايه؟ بعدين بندو يعني فهمني غلط وتشمر بيهزر. قال ما تاخذنيش، الناس ما تعرفنيش، بيستفسروا عني في ايه يعني؟ قال تنفعلوا ليه كده؟ بعدين يا ابني صدقني انا ما اقصدش اهين اسم الست اختك، اسمها بيفكرني بالغاليه اختي. خلاص يا معلم. برضه بيقول يا معلم ما حصلش حاجة، معلم مش وحشة برضه، احنا نطول. تطول ازاي بقى؟ ده انت سيد المعلمين وبيه كبير قوي لا مؤاخذة، وباش مهندس قد الدنيا، وأكبر تاجر روس. روس تاني؟ وتالت روس بشرية، بني آدمين يعني، بيفتح لهم باب رزق في الخارج. صاحب مكتب سفر يعني؟ أيوة كده، شغل الطاس. عرفت بقى إن بندق ده أول مفهومية. خيرك وشكرين. لا شكر على واجب. بعدين قول لي انت محبكك كده ليه مع صاحبك قوي؟ لا ده مش صاحبي وما عندوش ريحه الجدعانه. باين عليه برضه. ده انزل وتحس كده انه خدام الخيانه. نستحمله هيبانه واترمت علينا وخلاص. ضيعني وانا عمري ما وقعت ابدا. قول لي هي المحكمه حكمت عليكوا بكام النهارده؟ 3 سنين. مش مهندس 3 سنين وانا ما استاهلش منهم ولا شعر. انا سرقت واتشعبطت فوق مقاصير، انا حيانا كنت نضرجي. معلش معلش يا ابني خلاص، ربك بيهون. انا كل يفوت. تعالى يا عقاب، تعالى يا حبيبي، ما تزعلش ما تضايقش في روحك. حرق ايه يعني كل ده؟ اختي سايبها لوحديها.
ويعلم هيحصل لها ايه. هيحصل لها ايه يعني؟ ربك موجود يا راجل. وبعدين لا سمح الله لو احتاجت حاجه انا رقبتي سداده، هبعت لها مصاريفها من جنيه الف ل10,000. ايه رايك بقى؟ لا مستوره والحمد لله. لا تبعت لها ايه؟ ده عندها دكان علافه كبير قوي في دار السلام. فين عند دار السلام؟ ده غير الخميره كمان اللي نايمه عليها. العبد لله هو السبب. ما تسكت بقى يا وش الخراب انت. ما تقربش قعدك امال، عيب كده. مقبوله منك، مقبوله منك. امال صاحبك ازاي وانت عمال ترش المعلومات كده مجانا؟ مقبوله منك يا فرموش بيه. الله. مالك يا سيدي؟ ما دام هي مستوره كده، قلقان ليه؟ طب ما تعرفش يا باشمهندس حد يروح لها يطمنها عليا ويطمني عليها؟ ليك عليا دي يا سيدي، ايه رايك؟ انا طالع الاسبوع الجاي. ليك عليا، هطمنها بنفسي. قلت ايه؟ بضيت لك في القفص. بس انت اديني العنوان وانا ليك عليا هطمنها على الاخر. اه ما تقلقش، حاجب انا استدعتك قوي يا بندق. عارف ليه؟ ليه؟ علشان بتفكرني بشبابي، جدعانه وفتوه ومروه. صباح الخير يا اختي. مال بسم الله الرحمن الرحيم. انت اتخضيتي ولا ايه؟ لا لا لا، في حاجه يا خديجه؟ انت يا اختي مش طايقه لي كلمه كده ليه؟ انا بطمن عليكي يا جارتي وعلى راي المثل. انا مستعجله، المثل قوليه بعدين. بالنسبه ان انت كنت بتسالي على صحتي، انا صحتي كويسه وزي البوم. يبقى طمنت على المحروس. يعني بسلامته بخير. بعت لي الجواب؟ ما سمعتش البوسطابي بينادي عليكي يعني؟ ما انت عارفة انا ما بسيبش شقته طول النهار. اسبعت لي الجواب مع مرسال. يبقى جالك على الدكان بقى. سلامتك من مالها كده طالعة حزينة وشايلة الهموم؟ انت هتداري على اختك يا حبيبتي. اداري ايه وبتاع ايه؟ جرايه وليا انت؟ مالكيش شغلانة غير ام الخير؟ الله 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 الله، انت بتتعصبي لي كده ليه؟ تكونيش عايزة تاخديني قلمين؟ بقول لك ايه، هتجري شكلي ولا انت ما انتش قد؟ يلا 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 ادخلي شوفي حالي. اخصى عليكي، هو ده رد برضه على اختك اللي ناعيه همك وحاسه بضيقك وقلقك؟ اختك اسم الله يا اختك. بقول لك ايه، انت اساسا مالكيش دعوه ولا بضيقي ولا بزهقي. الحق عليا يا اختي، ويحرم عليا كمان دكانتك ما عتبها ابدا، واخصينا على دي جيره. الوليه مش طايقه لي حرف. يخدم لي مش طايقه لي حرف. يا ده النهار اللي مش معدي. النهار منور وحلو، انت اللي مش على بعضك، ذاتك الهم وانت قلبك جامد. والحمد لله قدم في كليه التجاره انتساب، وهيقابل يوم الخميس بعد يومين يعني مدير السيركه علشان مصمم يشتغل. وقلت بدل البهدله في الشوارع، ما دام راكب دماغه يشتغل معانا في السيرك وربنا يوفقه. الحمد لله. ايوه الحمد لله، الحمد لله على كل حال. خساره ضيع تعبي معاه، يبقى ينجح بتفوق وبعدين يقدم في التجاره. يلا بقى، دي اراده ربنا ونعمه بالله. ها وبعدين كاتب لك ايه؟ ابدا كلام زي بعضه، المهم اطمنت. طيب بقى اسخن لك شويه شوربه بدل ما انت قاعد كده على لحم بطنك وكل يوم ما بتاكلش. ايوه ايوه يا وهيب، سخني. اللي خايف منه كلامه عن الانتقام وسكوته اللي بقى ملوش معنى، ودايما يهرب مننا عشان يقعد لوحده او يختفي فين معرفش. دبرني يا استاذ مسعد، اعمل ايه معاه؟ استر يا رب. بس انت برضك ما قلتليش يا كرومه، كليه التجاره دي هتطلع منها ايه؟ بقال؟ لا محاسب. محاسب؟ زي الجدع اللي عندنا في السيرك. تصور كل ما ادخل عليه الاقيه بيعد فلوس، مع انه يا ولده مرتبه ضعيف قوي.
بياخد 70 جنيه في الشهر، يعني اقل من نص مرتب اي فنان عندنا في السير. اهو يتشعبط في القارب بدل ما يغرق. ايه قارب دي وفلوكة ويتشعبط؟ تصور يا كرومة، انت لو ربنا كرمك وتعينت عندنا، اول مرتب هتاخده عند بداية التعيين مش هيقل عن 100 جنيه. يبقى ايه بقى لزومها كلية التجارة دي؟ اهي شهادة والسلام يا عم ابراهيم. مدام شهادة مش اقل من هندسة؟ لا، الهندسة مصاريفها كتير. احنا يا اخويا معاك اهو وسدادين، لا يعني شايفنا مش رجالة ومش هنقدر نكمل معاك المشوار. ما تقولش كده يا عم ابراهيم، انت عندي بالدنيا بحال. انا دلوقتي بس فهمت عمك فهيم زعلان منك ليه. فعلا راجل متنور وبيفهم في كل حاجة، هو قالها لي بس انا ما فهمتهاش الا دلوقتي. بس قال لك ايه؟ قال الواد كريم ده مستصغرنا في نظره. لا والله، بس يعني على رأي المثل اللي بيقول اللي ما يشوفش من غربال يبقى اعمى. ايه الامثال اللي بتمخول بيها عقل دي؟ ما انا شايف العيشة قدامي، يعني يا دوب اللي بيجيبه عم فهيم ورضا بيكفي بالعافية، وانت اللي معاك مش ليك، اجي انا بقى وازود الحمل حملين وتلاتة. وفيه ايه يعني لما نستحمل معاك المشوار ده 4 سنين؟ دول 5 سنين، ومين عارف ممكن يبقوا كام، مش يمكن يبقوا اكتر. ده غير بقى ان مصاريفها كتير، مراجع ومعامل وادوات، على راي ابويا الله يرحمه هم ما يتلم. بعدين انا كمان انا اساسا ما بحبش الهندسه. يعني حبيت التجاره قوي يا كاي؟ ده انت ولا ابوك الله يرحمه كان بيحب التجاره. عارف يا كريم يا ابني، ابوك ده لو كان غاوي التجاره كان عمل من ورا تدريب القروض فلوس متلتله، وانت كمان طالع له. لا انا مش طالع له، مش زيه، مش عايز اكون زيه. ليه بقى يا كريم؟ هو حد يطول يبقى زي ابوه؟ كان راجل كريم مجدع وشهم وانسان طيب. وهو ده اللي ضيعه. انت عايز ايه يا كريم؟ ها؟ قول لي، ما تلوعنيش. عايز اشوف مصلحتي، عايز اخد شهاده عاليه علشان ما يقولوش ضاع ولا ضاع ولا ضل الطريق. عايز اكسب واحط قرش على قرش علشان تبقى كلمتي مسموعه. اصل الناس في الزمان ده ما بتسمعش غير صوت اللي معاه فلوس او صوت صاحب المركز. قدرت افهمك قصدي؟ انا مش عايز اسمع منك حاجه. طب يلا بقى، يلا بقى لحسن، زمان مدير السيرك قاعد مستني على نار، وعم فهمت تلاقيه اعلان من بدري. بس لو افهم ايه اللي بيدور في دماغك. دماغي ما فيهوش حاجه. عم ابراهيم يلا بينا. يلا يا عايز اعدي زي الريح وسط الصواريخ والنار، مش عايز النار تشعوط ايديا او عينيا او رجليا، عايز افوت في الحديد. وبعدين معاك يا كريم، عاوز تعدي والعربيات بتجري زي الريح، انت عاوز تموتنا في طيس؟ ما تخافش، انا مفتح عينيا كويس قوي. لا انا مش هعدي معاك، انا هستنى لما الشارع يهدى والعربيات تخف. بقول لك ما تخافش، الانسان اذكى من العربيات. انا ممكن افوت في الحديد، افوت بين الجبال. قدر سكتك والمسافه وشوف قوتك واحسب سرعتك، تعدي من غير ما تتعور. ولو اني مش موافقك على اللي بتقوله، لكن عشان خاطر عظم التربه انا افوت معاك في الحديد والنار. يلا بينا. انا مش هقدر اسيبك الا في حاله واحده بس. مش عايز اسمعها.
الله، فكرتيني بالذي مضى. ايه ده، حسسيني بان انا عصفوره طايره كده ومش عايزه تدخل على الشقه، وعايزه تفضل طايره طايره طايره. لا مش قوي كده يا سمية. لا قوي ونص يا حبيبتي. يلا بقى اعزفي لي مقطوعه تانيه عشان تخليني انزل على الارض وعايز زي بقيه الناس ما هي عايشه، ولا عايزه تسيبيني كده افضل طايره لغايه ما وجناحاتي تتكسر؟ ده الشر عليكي من الوقعان. رايحه فين يا سعديه؟ طالعه الجنينه يا ستي، اودي العصير لمحمد لؤي ست الهام. اللي هم قاعدين في الجنينه؟ ايوه. طب ناديلهم بقى علشان يسمعوا المقطوعه اللي هعزفها دلوقتي. لا يا الفه، خليهم يا اختي قاعدين في الجنينه يشموا هوا العصاري، وخليني انا بس لوحدي اللي استمتع بالمزيكا الجميله الكلاسيك بتاعتك. انت عارفه الجيل ده يا حبيبتي مش غاوي المزيكا دي، غاويين بقى المزيكا الحديثه، مزيكا الجاز والتشاتشا واللي منه. متعيني انا يا الفت، متعيني. ندهلهم ولا بلاش؟ لا لا خلاص روحي انت، عندك حق، سيبيهم مع البط والوز والارانب. ايش فاهم دول في الموسيقى؟ على رايك. يلا بقى سمعيني وشكيني يا الفت. عينيا. عجبني الوز قوي وهي ماشيه رافعه راسها لفوق كده ونفشه ريشها، تحس انها عايزه تطير. ما هي طائر فعلا، بس للاسف ما بتطيرش، يعني يا دوب بتشب من على الارض. يمكن تكون واثقه في نفسها شويه او في شويه غرور. يمكن مش عاجبها البط فبتقالط عليه. يمكن، ما اظنش، هي نفشه ريشها عليهم شويه. قصدك الوز يعني؟ ايوه طبعا قصدي الوز. ولا يعني انت معجب بالارنبه بتاعتك يا سي ارنوب؟ خلاص ست الهام، ما بقاش ارنوب، ده بقى باشا، كلها كام سنه يبقى ظابط قد الدنيا. ايه يا سعديه انا بهزر معاك؟ ما انا عارفه يا ستي. العصير على الترابيزه، عايزين حاجه تانية مني؟ لا خلاص روح انت يا سعديه. ها قولي لي بقى كنا فين؟ ايوه كنا في الوزه المغروره. لا 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 لا، كنا في الارنبه الوديعه. انما قول لي يا محمد، بمناسبه الارانب وجنينه الحيوانات اللي عاملاها طنط الفه دي، اخبار صاحبك ايه بتاع القرود ده؟ يعني عامل ايه دلوقتي؟ قصدك كريم؟ ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ ما انا بقول لك بمناسبه جنينه الحيوانات اللي عاملاها طنط الفه. والله مش عارف، انا اخر حاجه سمعتها ان هو قاعد مع ناس بيشتغلوا في السيرك. هو عامل ايه دلوقتي؟ دخل كليه الهندسه ولا دخل ايه؟ والله انا سمعت النهارده بس ان هو دخل كليه التجاره انتساب. يا خساره، ده كان ذكي قوي، لو كان دخل كليه الهندسه كان هيبقى مهندس شاطر قوي. انا مش عارف ايه اللي جراله، بعد موت والده وفشله في دخول كليه الشرطه الحياه بقى صعبان عليا قوي. ما فكرتش تزوره او تسال عليه؟ انا مفيش فرصه بتجيلي مره الا ما بسال عليه، اصل كريم ده بالنسبه لي مش صديق عادي ولا زميل، ده يمكن اخ واكتر كمان. وتفتكر دخل كليه التجاره ليه؟ يعني عشان يشتغل ويصرف على نفسه ويكمل دراسته في نفس الوقت. هاي كريم ده عملي جدا. مش مساله عملي، هو ظروفه كده، الظروف هي اللي بتتحكم في مصير الانسان. بالتاكيد حصل له احباط لما ما دخلش كليه الشرطه. طبعا اكيد حصل له احباط. يا ترى بيجري مع مين دلوقتي؟ يجري مع مين؟ يجري مع مين ازاي يعني؟ مش اصل احنا في ابتدائي لما كانت تحصل له مشكله او اي ظروف نفسيه كان ياخد بعضه ويفضل يجري يجري يجري، وانا كنت بجري معاه، والغريبه بقى انه كان ما يتكعبل في طوبه او يقع كان يقوم ويجري اسرع مما كان. تعرف يا محمد، انا حسيت برغم فقره ده انه شخصيه قويه يقدر يتحدى اي شيء صعب. يعني ربنا يوفقه بقى. المهم بقى نرجع لموضوعنا. موضوع؟ موضوع ايه؟ عظمة الاوزة ووداعة الارنبة. انت لسه فاكر؟ متهيألي ان الوزة دي هي اللي ادتك الفرصة تفكري في كريم. اشمعنى؟ حضرتك بتنجم يعني؟ لا ممكن اكون بستدعي تفكيرك يعني. طبيب روحاني حضرتك؟ وليه ما كنتش عالم نفس صغنون؟ لا ده انت فكرك راح لبعيد خالص.
ما اظنش انما فيها قولان. اوبا عسل. عسل فوق شويه. ماشي عسل. هي دي بقى. الله ده جت معايا. صعبه صعبه صعبه. مبروك يا كريم مبروك. ايه بقيت العضو الجديد في السجن. ألف مبروك يا كريم يا ابني. ألف مبروك يا حبيبي. مبروك يا كريم. وعلى درجة فنان تالت. ابتدي يا عم. ايه ده وانا لسه في سلك المساعدين جبتني لك حصيلة الإمام. مش بس كده، لما تاخد البكالوريوس إن شاء الله هتترقى، بس اللي أقوله شرط آخره نور. أمر يا عم. ما تخليش تسقيف الجمهور وفرحة دخولك الحلبة تنسيك الكلية؟ لا 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 طبعا. توعدني؟ وهو يقدر يقول لا. أوعدك يا عم. تعال يا كريم قول لي الدراسة هتبدأ إمتى؟ يعني للمنتسبين الأسبوع الجاي. وهتحضر كام يوم في الأسبوع؟ أنا معرفش، بس أنا سألت بتوع تانية وتالتة قالوا لي إن هما تلات أيام في الأسبوع. ودي صباحي ولا مسائي؟ لا صباحي. حال شوف بقى عم كريم، عايز نمرتك تبقى أقوى نمرة في السيرك. حاضر يا عم. حاضر دي مش كفاية، المسألة عايزة تدريبات أكتر وحركات أصعب. عايزك ترفع راسي قدام كل فنانين السيرك. يا سلام، قدها ودود يا عم فهيم، ده شبل من ظهر أسد. ما تخافش عم فهيم، أنا إن شاء الله هبذل جهد كبير قوي في التدريب، وهعرق وهتعب علشان ما أخذلكش. يا ريت. المهم هتبتدوا امتى؟ هو نمرة بتاعته بعد اسبوع، عايزك في الاسبوع ده ما تنامش، ورضا هيساعدك. وهتبقى المدرب بتاعي يا عم، مين قدك؟ لا مدرب ايه بس، ده احنا اخوات. اتفضل دلوقتي شوف اي حتة فاضية اتدرب فيها، بس مش عايز صوت، البروجرام هيبدأ بعد شوية. يلا يا رضا. يا سلام عليك يا فهيم، طول عمرك راجل شاهد. زمان وقفت جنبي، النهارده بتقف جنب كريم ابن عبد الجواد. بس على الله ربنا ينفخ في صورته ويعمل حاجه كويسه. بكره مش هيلعب القرود في السيرك وبس، ده هيلعب القرود واللي جوه السيرك واللي بره السيرك كمان. اللي بره السيرك ازاي بقى؟ ايوه، لما يسمعوا عن فنه ومهارته هيرقصوا على الواحد ده فهيم. أنا خارج الصبح. أصل أنا ولا مؤاخذة ما بعرفش أقرأ ولا أكتب يعني. لا بتعرف يا خفيف.